صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح العطاء والأمل مع بداية يوم جديد، واتمنى لكم ضحوية ممتعة من خلال متابعة برنامجنا ضح العودة. أنا افتخار الهاشمي بالإضافة إلى زميلي عبد الله دشتي وفريق العمل. نصبح عليكم وإن شاء الله يوم يكون جميل وممتع. وصباح الخير عبد الله. صباح الخير افتخار، نصبح بالخير على جميع المشاهدين وين ما كانوا، سواء في البيت أو في الدوامات. نقول لكم صباح الورد من ضح العودة اللي نتواصل فيه معاكم، وإن شاء الله اليوم فقراتنا متنوعة بالإضافة للضيوف وتقاريرنا أيضا اللي إن شاء الله تنال على إعجابكم. نحاول قدر المستطاع أن نرضيكم ونسلط الضوء على جميع ما يهم الرياضة الكويتية بالتحديد. الأجواء أيضا لها نصيب، لكن اليوم ما ويانا أبو أحمد عيسى رمضان. اليوم افتخار، شلون الأجواء؟ أجواءنا والله حلوة. لا لا، الرطوبة خفت وايد عبد الله. مشاهدنا أجواءنا الرياح ما بين شمالية غربية إلى متقلبة، ولكن متوقع تظهر صعوبة. هناك فرصة لأمطار خفيفة بإذن الله باكر، وفرصتها راح تتهيأ أكبر في يوم الخميس واليوم إن شاء الله. وأتمنى لكم إن شاء الله أسبوع جميل وممتع مع أجواءنا الجميلة خلال هذا الأسبوع إن شاء الله. باكر في اليوم ما في أمطار، اليوم يعني باكر إن شاء الله 3 أمطار خفيفة يعني. لكن إذا لاحظت عبد الله أمس بالليل كان الغيم يعني، صح بالليل إيه؟ صح، فالطقس كان يصير غائم جزء بالليل. يعني اليوم أروح أغسل سيارتي عادي؟ لا لا قسل إيه، لا قسل السيارة واللي بقسل الحوش مو كذي. في بعض الناس بعز المطر إيه، نعم، رايحين محطات الغسيل. ترى كانت فترة طافت محطات إيه، نعم، زحمة يعني. الله يرزقكم وتدورون المطر دواره، بس يعني مطر ليش اروح اتغسل سيارتك على ما تطلع رطق مطر مره ثانيه؟ مو عشان المطر، عشان الجو كان يساعد انك تطلع ما تقعد مع الغيم والاجواء والامطار. فشو يسوي؟ يبي يبي يبيها تكون كشخه. لا الحين اليوم تقدرون تغسلون سياييركم وتستانسون، طبعا هذا اذا ما كانت مغسله وخالصه باكر. والعلم عند الله انه ممكن يكون في امطار خفيفه أمطار متفرقه خفيفة. طبعا إيه، لا يقولون والله طق مكان ما طق مكان ثاني، ليش ما طق عندنا؟ صحيح، احيانا منطقه عن منطقه تفرق عبد الله. يعني حتى كميه الامطار لاحظنا بالفتره اللي طافت مشاهدينا كميه عن كميه تفرق، وكانت اكثر كميه الامطار على السواحل. فنسال الله ان يكون صيبا نافعا. ننتقل معاكم الى تقرير الصحافه المحليه ونعود. نستهل جولتنا الصحفية من جريدة الراي، حيث تقام اليوم مواجهتي جولة الإياب في الدوري نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد التنشيطية. فيلتقي في المباراة الأولى على استاد ثامر الكويت مع العربي الساعي لرد الدين، وإن كانت مهمته صعبة في قلب النتيجة، وذلك في الساعة 5:30 مساء، فيما يستضيف كاظما نظيره السالمية على استاد الصداقة والسلام في محاولة لتحقيق الفوز بهدف نظيف يجعله يخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية. أما صحيفة السياسة فقد عنونت رقما عالميا جديدا للجنرال إثر تحقيق مدرب الكويت الوطني محمد إبراهيم، رقما قياسيا وعالميا جديد بعدما نجح في بلوغ المباراة رقم 59 في الدوري من دون التعرض للخسارة، متخطيا بذلك المدرب العالمي الهولندي لويس فان خال الذي نجح في الحفاظ على سجل فريقه أجاكس أمستردام بلا خسارة ل 52 مباراة خلال موسمي 94-95 و95-96. وننتقل إلى صحيفة النهار التي أبرزت تصريح البرتغالي لويس فيليبي مدرب العربي، وأمد استياءه من الانتقادات التي وجهها جمهور الأخضر للاعبي الفريق أثناء سير المباريات، وقال: هاجموني أنا واتركوا اللاعبين وشأنهم، فهم لا يستحقون الانتقادات لأنهم يعملون منذ سنوات من أجل هذا النادي ومن أجل إسعاد جمهوره. وتابع: ليس مهماً أن أرحل أو أبقى، المدرب ليس مهماً، ففي حال عدم رغبة النادي في استمراري سأحجز تذكرة عودة إلى بلادي. من جهتها سلطت الأنباء الضوء على منافسات الجولة الثالثة من دوري الدمج لكرة اليد، حيث يلتقي الكويت صاحب المركز الخامس مع خيطان الذي يحتل المركز السابع في الساعة 4:30، بينما يتواجه الجرين المتصدر مع كاظما صاحب المركز العاشر في الساعة 6:00، فيما يلعب في المباراة الأخيرة السالمية الرابع مع برقان الثالث في تمام الساعة 7:30.
عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا بعد ما خدنا جولة مع الأخبار الرياضية من صحافتنا المحلية. لقاءنا مع الأستاذ عدنان يوسف مانا نائب رئيس القسم الرياضي بجريدة النهار. صباح لك بالخير أستاذ عدنان وصباحك ورد. صبحكم الله بالنور، وأأمل أن يكون هالحديث لطيف يعني بلطافة الجو اليوم إن شاء الله. الجو ممتع بعد مع انكسارها من الرطوبة، الحمد لله صار أحلى. أي الحمد لله. بداية الجو حلو، لكن الجماهير العربي تتأمل بأن يكون أيضا في أخبار حلوة لهم. هل تعتقد بأن المباراة شبه حسمت لنادي الكويت، خصوصا بأن الذهاب انتهى بأربعة مقابل لا شيء، أم أن في مفاجآت راح تكون من قبل العربي؟ بالنسبة للنتيجة، هي النتيجة الصراحة ثقيلة وكبيرة بالضبط. وأعتقد أن يعني التعديل شبه مستحيل. دائما مباراة كرة القدم ما فيها جارنتي، يعني ما فيها ضمان أي صح. ممكن حدوث أي مفاجأة، ممكن حدوث أي نتيجة، لكن أعتقد أن النادي العربي ما كان يعني ما أعطي المباراة أهمية كثر ما يعني، أو حتى البطولة ككل مسابقة كأس الاتحاد اعتبرها تنشيطية. هي في النهاية مباراة كأس الاتحاد دائما تضع فيها اللاعبين الذي ممكن يدعمون لك الفريق في الدوري فيفا مثلا عدل. تكتشف شباب، تكتشف عناصر جديدة، أيضا تخلق أجواء منافسة، تشعر اللاعب الأساسي في الفريق الأول أن هناك منافس يعني لاعب جديد أحضرته. هذه الأهداف المسابقة كأس الاتحاد. أعتقد العربي خاض المباراة الإياب مع العرب مع الكويت لم يكن يعني هدفه الوصول للمباراة النهائية، لو دليل التشكيلة اللي كان لاعب. نعم دليل التشكيلة، فلكل فريق هدفه يعني. بالنسبة للمباراة أعتقد ممكن تكون يعني صعبة جدا على يعني العربي، خصوصا أن العربي حتى يركز على مباراة القادسية اللي هي في مباراة الدوري فيفا، أيضا راح يركز على أعتقد أيضا الزج بالشباب وإشراك لاعبين وأسماء جديدة. هذه يعني من الأسباب اللي تدعونا يعني أن المباراة تكون شبه حاسمة يعني محسومة للأبيض. طيب كيف ترى حظوظ كاظم أمام السالمية، خصوصا هو يبون هدف واحد للتأهل؟ مهمة هني كاظمة مهمة أسهل يعني، ممكن ويعني يعني سهلة، وفي بالإمكان يعني ممكن إنه يتأهل، ممكن يحقق الفوز. كاظمة أيضا يعني في مباراة الدوري في بدايته كانت يعني بدايات مخيبة، في مسابقة كأس الاتحاد ممكن إنه يعني يحاول يحسن الصورة، محاول يرفع معنويات اللاعبين، الفريق ككل. كانت يعني مشكلة جدا كبيرة لفريق كاظم أنه سقط في مبارتين متتاليتين بثمان أهداف في الدوري، فكانت يعني صعبة عليه. أعتقد ممكن يستغل عامل أنه راح يرتاح الجولة المقبلة في الدوري، دوري فيفا، ممكن يشرك عناصر إذا مثلا بغى إدارة الفريق أو الجهاز الفني أنه يركز على المباراة. السالمية عنده مباراة ممكن يفكر فيها في الدوري، وكاظمة يعني يستغل عملية الراحة هذه اللي جايتها في الجولة المقبلة في الدوري. بس عفوا كاظمة أيضا عندها بعض المشاكل، يمكن تصريحات المدرب الأخيرة بأن يعني من الإدارة، في أشخاص بالإدارة ما قاعد تساندني، والأمور هذه ما راح يأثر عليهم في هذه المباراة. حقيقة أن المدرب كان يعني واضح أنه طموح ما ترك يعني، صحيح أنه موسم جديد، لكن المدرب طموحه كان يعني أكبر، وانصدم بأداء اللاعبين حقيقة. النتيجة الأولى 4-0 أمام الكويت و4-1 أمام السالمية، ممكن أنت تقول هذا المدرب يعني أكيد يعني سيء صح. لكن لما تلاحظ مجريات المباراتين المدرب ما كان له يعني يعني ما كان يعني ما تسبب أخطاء دفاعية يعني. كانت أخطاء فردية واضحة وغريبة جدا يعني، وتستغرب من نادي كاظم الفريق اللي دائما عودنا على التنظيم، عودنا على الالتزام، وعودنا على اللاعبين اللي دائما عناصرهم مميزه دائما نادي كاظم. فاعتقد يعني هذا يعني جزء من المشكله، جزء يعني يتحملها اللاعبين صراحه. تصريح المدرب ثم اعاده النفي من الاداره عن يعني صدمته بالفريق، هذا يعني يدل على ان المدرب يبي ويحقق شيء، لكن العناصر اللي موجودة ما ساعدته صراحة، وكانوا في لاعبين يعني جدا مقصرين في الأداء يعني. نعم. طيب ما زال الموسم في بدايته، والبعض يرشح الكويت أو السالمية لتحقيق البطولة، شنو رأيك في الموضوع؟ صحيح هو الموسم في البداية ومن المبكر الترشيحات، لكن في فرق من أول لحظة تحس أن فريق بطولة. نعم. انتهى الموضوع يعني معها. نادي الكويت من أول لحظة في أمام كاظمة
يعني وضع نفسه أبرز المرشحين. صحيح. على الورق حاليا نقول أن الكويت يغرد يعني خارج السرب صراحة، أولا استقرار، ثانيا جهوزية اللاعبين، ثالثا يعني جهاز فني قدير خبير وعنده عناصر سواء المحترفين أو اللاعبين المحليين كلهم على مستوى عالي من المهارة والفنيات. السالمية كذلك استقرار السالمية ومعالجته بعض نواحي الضعف حاليا، يعني حتى صحيح يعني مبكر ان نتكلم عن العلاج، لكن كما اتضح لنا ان الفريق يتحسن خصوصا بالجانب الدفاعي اللي كان يعاني منه من المواسم الماضيه. مدرب جديد، المدرب الالماني يعني اعتقد خبير رولف، اكيد غني عن التعريف، لكن تعرف حتى المدرب الاجنبي يكون يعني عنده الخبرة في الفرق الثانية أقل من المدربين اللي هم على دراية، ويعني على دراية بالفرق الأخرى. صحيح. والمنافسة. صحيح. أعتقد أن حتى مشاكل العربي والقادسية هي التي منحت هذه الورقتين الرابحتين للكويت والسالمية. راح نوصل أيضا لمشاكل العربي اللي ما راح تخلصها الموسم، لكن خلينا نتكلم على الإنجاز اللي حققه الجنرال الكابتن محمد إبراهيم اللي مبارك له طبعا، تخطي للمدرب العريق مدرب نادي مانشستر يونايتد فان غال، وهو ب 59 مباراة من دون هزيمة أكثر من فان غال اللي ب 52 مباراة. هذا اندل يدل على شنو؟ طبعا نبارك للكابتن محمد، وهو يعني قدير ويستحق مثل هذه الأرقام دائما، والإحصائيات لا تكذب ولا تتجمل. صحيح. صراحة تعبر يعني عن حقائق، وهذا الحقيقة يعني محمد إبراهيم مدرب خبير قدير حقق إنجازات علاوة إلى تحقيق الانتصارات اللي في الدوري المتتالية اللي هي في الدوري طبعا بغض النظر عن البطولات الثانية. يعني صحيح. هذه الإنجازات يعني تعكس صراحة سيرة محمد إبراهيم سواء في القادسية أو في الكويت، أثبت نفسه أنه مدرب يعني على مستوى عالي. حتى تجربته القصيرة في السالمية كانت ممتازة جدا. محمد إبراهيم إضافة إلى هذه الأرقام والإنجازات اللي حققها والألقاب، مدرب دائما ينتبه للتفاصيل، مدرب خبير. عندما يعني انتقل أو كانت طبعا تعاقد نادي الكويت مع محمد إبراهيم نوع من يعني المفاجأة للجماهير. صحيح. كونه قدساوي وكونه يعني القادسية هو المنافس الكبير والمنافس القوي للنادي الكويت في السنوات الأخيرة، بس الكويت والقدسية، وكان ودارة التساؤلات ماذا سيفعل محمد إبراهيم. وحتى قيل أن مثلا محمد إبراهيم تعاقد مع نادي الكويت عشان يعرف هو مناحي وجوانب القوة والضعف في نادي القادسية. هو مو بس يعرف القادسية، هو تبين أنه يعرف كل الأندية، والدليل الفوز في الدوري العام، وكان حتى ما كان متصدر لآخر اللحظات في الدوري. صح. وهذا يدل على عقلية المدرب وأيضا خبرته ودرايته وعلمه الكامل بالأندية ومسيرتهم. فلذلك محمد إبراهيم عندما حقق هذا الرقم صراحة لم يأتي من فراغ. هو مدرب صراحة ينهك نفسه ويتعب نفسه، ومقولات المشنص وابو حظين عن محمد كانت يعني دائما يرد عليها بالإنجازات صراحة، وإذا كان مع القادسية أيضا حققها مع نادي الكويت. ويثبت أنه جنرال. نعم. مش مشنص. لا أبدا، مدرب ناجح وصحيح. يعني فإحنا دائما أستاذ محمد، من خلال كلامك هل هذا هو سبب في نجاحات محمد إبراهيم؟ وهل أنت مع إنه يكون المدرب وطني تواجده نفرض في أحسن من مدرب من برا، يعني خصوصاً عقب نجاحه؟ أنا دائماً لا أحصر النجاح في المدرب الوطني أو في المدرب الأجنبي. هنا حقق إنجازات وهنا حقق إنجازات. هي الخبرة اللي تحكم. حتى على المنتخبات الوطنية. لكن محمد إبراهيم أعطى زخم حق المدرب الوطني، وأعطى ثقة مثلاً للإدارات إنها ممكن تستعين مدرب وطني ناجح ممكن يتغلب على المدربين الأجانب. محمد إبراهيم يحتاج فقط أن يوسع هذه السيرة الذاتية. إما خارجياً حتى لو على مستوى دول الخليج ويخوض تجربة يعني كبيرة تضيف إلى سجل إنجازاته، وهو قادر على ذلك، وأنا يعني كل ثقة أنه ممكن محمد يحقق هذه الإنجازات. أيضاً محمد إبراهيم
يعني هو جدد عقده الموسم اللي فات موسمين مع نادي الكويت، اعتقد حتى اذا كان عنده مثلا حب التغيير وحب حب التحدي انه ممكن يدرب نادي العربي، في يعني ممكن يحقق يعني انجاز فريد صراحه لما يتنقل بين هذا الانديه يعني القادسيه والعربي، راح يكون يعني عنده سيره ذاتيه مميزه صحيح جدا وزاخره صحيح اعتقد. ومحمد يعني مدرب حتى من النوع اللي يتقبل النقد صراحة، وكثير ما نوجه للنقد، وهذا شيء مهم عندنا هنا. احنا عندنا دائما تضيق الصدور بالنقد، ومحمد دائما يواجهك يعني دائما برحابة صدر. يعني نرجع دام انك ذكرت العربي، نرجع الى العربي، نرجع الى فيليبي. فيليبي اخر تصريح له اتخذ حق نفسه خط رجعة يمكن، لانه قام يحس بخطورة الوضع الحاصل، والخطورة راح تتضح اكثر يانها تزيد او تقل في المباراة القادمة امام القادسية. فايش رايك في تصريحه الاخير؟ سوء حظ هذا فيليبي انه جاء مع جمهور ما يتفهم، جمهور العربي حماسي جدا، عاطفي الى ابعد الحدود، مع انه موجود في النادي وعارف الجمهور وهو موجود ودرب الرديف العام لكن جاء بعد بنيك اللي هو فلت منه لقب الدوري في لحظات دراماتيكية يعني أخيرة، فارق مواجهات إنزين، وسوء حظ النجاة والعربي كان متعطش ووصل ذروة، وبعدين تعرف حالة الإحباط اللي عانى منها الجمهور، كان صراحة يعني ملأ الأجواء، كان نجم. أنا اعتبرت الجمهور العربي هو نجم الموسم الأول في خلال يعني تقييمنا للموسم ككل، فيعني هذا الجمهور شعر بالإحباط، فلذلك يعني فقد الصبر جدا قبل حتى ان يبدا الموسم. احنا موسمنا بدا متاخرا بعض الشيء يعني، لكن ما صبر عليه حتى في اول جولتين، لا العروض يعني راضي عليها الجمهور ولا حتى عن النتائج، يعني الخساره امام الجهره كانت مخيبه للامال ومحبطه جدا، فلذلك يعني سمعنا صيحات المشجعين انهم يطالبون بعاده، وحتى مواقع التواصل عودة الاجتماعي وعوده بونيك، يعني كل واحد له راي، تعرف انت مواقع التواصل هذه ما شاء الله فتحت للجميع انهم يدلون برايهم يعني على الجميع في على الجميع. فان التصريح الاخير فيليبي فيه جانب معين، وهو مدرب صراحة محترف، يبين أنه حمل لاعبين، حاول حماية اللاعبين، حاول أنهم يبعد عنهم كل هذه الضغوط، قال أنا ممكن أتحمل لأنه مدرب محترف، معرض للإقالة، معرض للإبعاد في أي وقت، معرض للتجديد أيضا ممكن. أعتقد أنه حتى المباراة مع نادي القادسية يوم الجمعة راح تكون يعني هي الفيصل لحد كبير مع للعلاقة بين فيليبي مع الجماهير وحتى مع إدارة النادي العربي. طيب ننتقل إلى لويس، هل هو الشخص المناسب إلى قيادة الأخضر إلى المنصات؟ وهل بعد هو يعتبر الشخص المناسب حق الأخضر؟ لويس اختاروه لأنه حقق نجاح، وكان مدرب راضين عنه حتى الجمهور في الرديف. صحيح. لكن تعرفين الصدمة هذا اللي هي من خسارة الجهرة والعروض اللي قدمها الفريق في حتى في دوري الرديف وبعض المباريات حتى الاستعدادية ما كان يعني مقنع جدا. التغييرات تعرفين احنا كل واحد عندنا صار راي، يعني كل واحد ما يبي عبد الله يلعب اليوم، كل واحد يعني صار مدرب، كل واحد فلذلك اي نعم كل واحد مدرب، وخصوصا قلت لك هم مواقع التواصل هذه زادت من عملية، اول ما كنت انت تحس برد فعل الجمهور بالفعل الا بستات 90 دقيقة وانتهى الموضوع. صحيح. الحين رد الفعل 24 ساعة. صحيح. مع المباراة وقبل المباراة وخلال المباراة والناس يعني مشتعلة مع المباريات ومع ردود الأفعال، وهذه يعني مشكلة كبيرة صراحة. فلذلك الحين أصبحت الضغوط على اللاعبين والمدربين كبيرة. لكن لويس أنا ما أقدر حتى يعني متابع وصحفي ما أقدر أنا أحكم عليه من مباراتين. صح. يعني على الأقل يمشي الدوري يعني سبع ثمان جولات ممكن تحكم على لأن المشاكل دائما الإدارية واللي برا تنعكس، يعني واضح إن العربي عنده مشاكل إدارية واضحة. التعاقد مع المحترف ثم يرحل المحترف قبل بداية الدوري بأسبوع، يعني هذه يعني مشاكل ما تقدر يعني تحملها حتى المدرب. أنا أعتقد توفر له الأجواء المناسبة، انظر يعني دائما الانجازات واللي يحققها نادي الكويت هذا نتيجه الاستقرار الاداري، استقرار داخلي، استقرار وهدوء وتركيز. فانت عطل دائما في العربي، هذا اللاعب زعلان، ذاك اللاعب طلع برا، يعني مشكله وهذا بيمشي وهذا يعني
فما يصير هي 11 لاعب، انت بعد ما تقدر تشرك لك 15 لاعب غير الاصابات بعد اللي تعرضوا لها اللاعبين. نعم، وهذه طبعا هم سوء الحظ طبعا. نعم. تدخل في بعض الاحيان اللاعبين طلال مصطفى واللاعب وكان واحد من اللاعبين الشباب طارق، يعني كانوا يعني لاعبين ممتازين، لكن تعرف سوء الحظ يعني ايضا لا يمكن اغفاله في هذا الجانب. احنا نتمنى التوفيق لجميع الانديه في دوري فيفا لاضافه المزيد من المتعة على هذا الدوري. خلنا نروح وننتقل الى دوري كره اليد. تعليقك على اول جولتين؟ اول جولتين تعرف كره اليد كانت عندنا مشاكل، كانت ممتده من شهر 5 ليومنا هذا يعني. واعتقد ان دائما الكلمة اللي قلناها أن المشاكل الإدارية غالبا ما تنعكس على المستوى الفني لأي لعبة كانت. صح. الرياضة دائما يعني لها إرهاصات وانعكاسات عليها، فهذه النواتج. لذلك ظهر تقريبا الجولة الأولى ظهرت بعض الشيء، يعني جانب فني ضعيف بعض الشيء، ولكن ارتفع المستوى، وخصوصا أيضا عودة نادي القادسية عن الانسحاب، هذا أعطى زخم يعني للبطولة. واعتقد ان البطوله شيئا فشيئا راح تتطور، لان اصلا حتى الانديه تاخرت في الاعداد. يعني كانت عندنا اول انديه تطلع بشهر 7 وشهر 8 تطلع معسكرات خارجيه، هذه كانت حاله الترقب وحاله حل الاتحاد وحاله تدخل الاتحاد الدولي لكره اليد في المشكله والايقاف، هذه كانت كلها عوامل ساهمت يعني بعض التراجع، وكانت لها يعني إرهاصاتها على المستوى. طيب إذا ما هي الفرق اللي في رأيك اللي راح تنافس إن شاء الله هذا الموسم؟ شوف، هو دائما يعني في المواسم الأخيرة القرين والكويت دائما يأتون في المقدمة. يعني احنا مثلا كان يوم الايام انديه مثل السالميه وكاظمه وصلبيخات كانت لها حضور يعني قوي، والحيل حتى الوقت متاخر كان موجود، لكن اقول غياب السالميه وكاظمه كان مطول. اعتقد الانديه حاليا السالميه وكاظمه قاعد يحاولون يعيدون القاعده مره ثانيه، يستعيدون زمام الامور ومن خلال القاعدة، وأعتقد أنهم ممكن ينافسون. حتى نادي السالمية في عنده بعض التطعيمات بعض اللاعبين النجوم والأسماء، أعتقد السالمية ممكن أيضا إضافة إلى القرين والكويت. أعتقد طبعا القادسية والعربي كجماهيريتهم ويعني ودائما تاريخهم دائما يساعدهم انهم يكونون في الجانب اللي هو جانب المنافسه، لا يمكن استبعادهم في اي حال. بس القادسيه يمكن هل تعتقد بان اخطا بان ما لعب اول جولتين، ضيع من يعني الصراحه هي نعد انسحابه امام الساحل كانت مضمونه، يعني كانت مشكله كبيره صراحه له، لكن اعتقد التراجع ممكن يعوض ما فات. قادر يعني القادسيه على العوده؟ هو عنده عناصر النادي القادسية، وتعرف يعني مباراة كرة اليد عندنا احنا في رغم هذا التفوق، مثلا التفوق اللي هو الملاحظ شفويا مثل ما اقول او نظريا للقرين والكويت، لكن القادسية عنده عناصر، عنده عناصر ممكن انك لاعبين منتخب عنده. نعم صحيح. فاكيد ان شاء الله نتمنى ايضا ان شاء الله نتمنى لجميع التوفيق ولجميع الانديه التوفيق، ايضا نتمنى ان الرياضه بشكل عام تكون عندنا. صحيح. وكره اليد تعرف يوم من الايام كانت لعبه شعبيه عندنا، يعني وصلت شعبيتها لكره القدم لانها انجازاتها، واتمنى يعني تستعيد مكانتها ان شاء الله. كل الشكر لك اخوي عدنان على تواجدك معنا وعلى توضيحك لبعض الأمور وتعليقك عليها، شاكرين لك هذا الحضور. الله يسلمك، أنا سعيد كنت جدا في تواجدي معكم. كل الشكر لك. مشاهدينا ننتقل إلى فقرة التمارين الرياضية وسبعان سبعان ونعود. صباحكم الله بالخير مشاهدينا في برنامج الظهر العود في فقرتكم الرياضية. راح يكون تمريننا اليوم اللي هو عبارة عن تمرينين، زائد راح يكون معاي اللي هو الجهاز نفسه اللي هو الكرسي زائد الدامبلز. طبعا اليوم راح أحرك لكم منطقة اللي هي أكثر منطقة يتكون فيها اللي هو الدهون، اللي هي منطقة الخصر نفسها أو منطقة الظهر الخلفية. راح أبلش لكم التمرين الأول. التمرين الأول راح أخذ الدامبلز بالطريقة هذه، أثبت جسمي، طبعا أخلي الدامبلز بالطريقة هذه ونوعا ما ابسط الصدر الى الامام، من بعدها انزل بالكامل واسحب ايدي الى الاعلى
طبعا التمرين هذا راح يحرك لك اللي هي منطقة الظهر زائد منطقة الخواصر. طبعا هذه المنطقة أكثر منطقة يتكون فيها الدهون وصعبة أنك تشيلها سواء بالمشي أو التمارين الثانية. فالتمرين هذا راح يحرك لك العضلة نفسها، فبالتالي تؤدي إلى حرق الدهون المتكونة بالمنطقة نفسها. شوف لاحظ معي التمرين، أخلي الدامبلز اللي هو بجانب الرجل نفسها، من بعدها أنزل بالكامل وأبرز صدر إلى أمام، ومن بعدها أرفع إيدي إلى الأعلى. شوف لاحظ معي لما أنزل تشد معي اللي هي المنطقة هذه بالكامل. هذه الطريقة الأولى حق التمرين الأول. أما التمرين الثاني راح يكون بالطريقة هذه، راح أثبت إيدي بالطريقة هذه زائد رجلي أخليها إلى الأمام، من بعدها أنزل بالكامل وراح أسحب إيدي إلى الأعلى. أيضا التمرين هذا يساعدك نفس ما قلت لك أنه يحرك لك منطقة الخواصر زائد منطقة الخلفية حق الظهر نفسها، وراح أبين لكم إياه من زاوية ثانية على أساس يبين معاكم أكثر. آخذ الإيد الثانية، من بعدها أثبت رجلي للأمام، أبرز صدري إلى الأعلى، من بعدها أنزل. لاحظ معاي أنزل بالكامل، من بعدها أرفع أيدي إلى الأعلى. شوف لاحظ أنا مو مخلي جسمي بالطريقة هذه وقاعد أسحب، لا ما استفدت شيء، أخلي صدري إلى الأعلى نفسه. شوف لاحظ قاعد أنزل بالكامل وأرفع أيدي. شوف لاحظ أن منطقة اللي هي البيطان أو الظهر نفسه قاعد تحرك. طبعا بالتمرين هذا أنا كنت بينت لكم اللي هي منطقة الخواصر نفسها زاد منطقة الظهر. أتمنى أنكم استفدتم من تمرين اليوم، تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة. ناصر الغانم أحد نجوم العصر الذهبي لكرة القدم الكويتية، بدأ مسيرته مع نادي كاظمة عام 1978، سجل هدفاً في نهائي كأس الأمير لعام 1978-1979 أمام نادي القادسية، وهدفاً في نهائي البطولة ذاتها موسم 1981-1982 ضد نادي الكويت. توج هداف بطولة كأس الأمير في موسم 1983-1984 برصيد 3 أهداف. توج بلقب هداف الدوري سنة 1987 عندما فاز نادي كاظمة بالبطولة. ساهم في تأهل منتخب الكويت إلى أولمبياد موسكو 1980 بعد أن سجل أحد الأهداف في مرمى العراق. فاز مع الأزرق بلقب كأس الخليج 3 مرات أعوام 1982-1986-1990. اعتزل كرة القدم عام 1992. بعد طول انتظار حلقت طائرة العميد عاليا ليثبت طبعا الأبيض بأنه بفضل إدارته الناجحة تبارك الرحمن في كل الألعاب، مو بس بالطائرة، باليد، بالسلة، بالقدم، صار منافس شرس مو بس على مستوى اللعبة الجماهيرية الأولى اللي هو مثل ما قلنا كرة القدم، لا على مختلف الألعاب الجماعية الأخرى. اليوم معنا مدير فريق كرة الطائرة بنادي الكويت يوسف الحمدان. صبح عليك بالخير. حياك الله. الله يحييك، شاكرك على الاستضافة. الله يسلمك. بداية يعني خلينا نتكلم، سنوات طويلة انتظر العميد بأنه يوصل إلى منصات التتويج، وهذا ما حصل في الموسم اللي طاف وحقق العميد كأس الاتحاد. تكلمنا على هذا الإنجاز. الحمد لله رب العالمين، احنا فضل من الله ثم فضل جهود الناس المخلصين في لعبة كرة الطائرة على رأسهم سيد محمد نزار النصف، نوجه له تحية، ومساعد مدير اللعبة سيد محمد كامل. طبعا احنا حققنا كأس الاتحاد بعد فترة طويلة، 36 سنة، فترة طويلة. فمو بس يعني إضافة لذلك، مو بس كأس الاتحاد،
حققنا كاس التفوق العام بلعبة كرة الطائرة، هذا انجاز يعني غير مسبوق اول مره. طبعا احنا مش بقول حققنا معادله صعبه، يعني احنا لما نتكلم عن حقوق حصولنا على كاس الاتحاد مو بس ما هي محض الصدفه، يعني هي بعد جهد وخطه والاداره رسمت هذه الخطه على مدى سنوات طويله. يعني احنا اهم شيء اهتمينا بقطاع الناشئين، وتم في اهتمام كبير بقطاع الناشئين. بالضبط، اهتمام كبير بقطاع الناشئين من اختلف الالعاب، بس هنتكلم عن بشكل خاص لعبه كره الطائره. لعبه كره الطائره قامت اللعبه عندها طموح في البدايه، طموح شنو؟ ان ارتقي مستوى اللعبه من خلال اهتمام بقطاع الناشئين. حلو. تم استعانه مدربين مستوى عالي عندهم درايه على كيفيه ارتقاء مستوى اللعبه، كيفيه المحافظه على اللاعب، مع اهتمام اللاعبين، اهتمام داخل النادي وبرا النادي، اهتمام داخل الملعب وبرا الملعب، شنو احتياجاتهم من مدرسين، من امور صحيه تكفل فيها النادي. يعني النادي ما يقصر مع اللاعب خصوصا مع قطاع الناشئين. فسنه ورا سنه نشوف نتائج هالشغلات هذه قاعد تصير، والحمد لله حققنا الكاس. الحمد لله. الحمد لله. طيب كابتن، الوصول الى القمه شيء سهل، ولكن انك تحافظ عليه هذا الامر الصعب، ما هي الاعباء او الصعوبات اللي قاعد تواجهك حاليا؟ بالضبط، هو حصول على البطولة هو شيء الحمد لله قدرنا عليه، بس عشان نحافظ عليه لازم نرفع سقف الطموح. شلون؟ إذا أنا عندي طموح بس على المستوى المحلي، هني راح الفرق الثانية أكيد راح تتحل وراح تنافس وراح يمكن تغلب علينا. إحنا طموحنا لازم نرتقي أكثر من كذي، يعني العام حققنا بطولة، هالسنة إن شاء الله نحاول نحقق أكثر من بطولة. نفكر ان نطمح اذا احنا استمرينا حفاظنا على البطولات، نفكر ان ننافس خارجيا ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد. يمكن كابتن يوسف، العام غير البطوله انت حققت ايضا الثالث في الدوري. شنو استعداداتكم لهذا الموسم؟ هل كان في هناك اكيد ما راح ترضون بالثالث بعد بالدوري الموسم هذا؟ أكيد. فشنو استعداداتكم لبدايه هذا الموسم؟ هل كان في هناك معسكر خارجي للفريق؟ والله النادي كان مصدد ان كان معسكر خارجي، بس كان في مشاركه بالمنتخبات. نعم. واحنا تدري عندنا فوق 7 لاعبين منتخب الاول ما شاء الله. اي ف يعني عدد كبير، مو واحد واثنين. فقلنا ننطر لما اللاعبين يجون، بس صارت مشاكل هل في مشاركه خارجيه او ما في مشاركه خارجيه، فتاخر اصدار قرار انه ما في مشاركه خارجيه، فما كبرت لان الدوري صح. ما بقى شيء عليه. طيب ما هي تحركات النادي في الانتقالات او تدعيم الفريق؟ الحمد لله، هو من الموسم الطاف كان ما في نظام محترفين. اي نعم. فتم استعانه باللاعبين المحليين بنظام الاعاره. اي نعم. مبارك الايدام من العربي، واللاعب وهاب الجرام من نادي اليرموك. وهالسنه ان شاء الله الحمد لله فضل من الله ثم فضل جهود النادي وجهودكم اكيد يعني. اي الحمد لله. تعاقدنا مع اللاعب عبد الله جاسم. نعم. كابتن منتخب الفريق الاول كره الطائره، هذا يعتبر يعني لاعب مصنف الاول على مستوى الكويت وخليجيا، يعني اضافه كبيره راح يكون لنادي الكويت. ان شاء الله تمر على القمه. ان شاء الله. ان شاء الله هذا سقف الطموح يرتفع. هذه الانجازات للحفاظ على القمه ان شاء الله. اكيد. يمكن احنا تكلمنا قبل الهوى بموضوع سالفه المحترفين، وذكرت بان من الموسم اللي طاف خلاص وقفت سالفه انك تجيب محترف للفريق. ما تعتقد بان هذا قلل من المستوى الفني للبطوله عندنا؟ والله كلامك صحيح، هو المستوى الفني اكيد قل، لان اللاعب المحترف يعطي قيمه فنيه على مستوى المباريات، على مستوى التمرين. اللاعب المحلي استفادته مع شلون ارتقي مستوى اللاعب المحلي؟ من خلال احتكاكه مع اللاعب المحترف. بالضبط. يعني خلال التمارين، ترى المباريات بس النتائج، ان انا استفيد من المحترف كنتيجه، اما اللاعب المحلي يستفيد المحترف من خلال تمارينه واحتكاكه معاه، ولما تلعب مع فرق ثانيه عندهم هم محترف محترفين، فطبعا لازم محترف على مستوى عالي، مو محترف انه لاعب محلي يكون احسن منه. وهذا مرات تصير اتوقع. وايد وايد تصير. في محترف بدل لا يشيل الفريق المحليين يشيلونه. بالضبط. لكن ايضا في امور ايجابيه من ذكرتها، بان الامور الايجابيه خلاص وقفت المحترفين، اعطيت فرصه للاعبين الشباب الناشئين للاعبين المحليين بشكل عام. بالضبط، هذا اللي صار. صار ان الموسم اللي طاف الانديه اتجهت ان تبي الاستعانه باللاعبين المحليين،
لان لاعب محترفين ما في، فهذا اللي صار. اللاعب المحلي استفاد اكثر، يعني النادي بدل ما انا قط فلوسي على لاعب محترف قط على لاعب محلي يستفيد، واللاعب المحلي لما يروح نادي ثاني النادي مضطر يهتم بالقطاع الناشئ اللي عنده اساس لما صح. يبرزون ان شاء الله. في تعاون ما بين الانديه يعني بين والله الأندية الأخرى. في بعض الانديه التعاون بعض. طيب كابتن، شلون في اقبال على هذه اللعبه من الناشئين او من الشباب، او عندكم في النادي يعني لاعبين ناشئين تم تصعيدهم الى الفريق الاول؟ يعني سؤالين نبي اجابتين. في ما يخص السؤال الاول، اول شيء في اقبال؟ اي نعم في اقبال على اللعبه. اقبال لا والله ما اكون صريح معك، كره الطائره قبل كان فيها اقبال، مع ان اللعب ترى لعبه محببه، يعني تقدر تلعب فيها داخل الصاله وبرا الصاله بالمخيم كل مخيم كل مكان على البحر. انا اعتبرها هي بعد يعني اللعبه الثانيه بعد كره القدم بالنسبه حق الشباب، سواء مخيمات حديقه يعني الطائره. كل مخيم لازم في ملعب طائره؟ لا لازم لو مخيم اي حتى يعني بالمزارع، يعني هذه اللعبه هي نقول يعني حتى احنا البنات نلعبها، يعني هي لعبه اتوقع بعد الكره هي الطائره. هي ترى بالنسبه للنساء ترى مصنفه الاولى، اللعبه الاولى هي كره الطائره. اما بالنسبه ما رضى يقول اللعبه الاولى يعني بالنسبه للنساء، يعني حتى نسبه مشاهده الالعاب الجماعيه صحيح كره الطائره صحيح. اللعبه محتاجه اهتمام من كذا جهه، يعني مثلا من جهه الاعلام، من جهه الانديه ما قامت تهتم بكرة الطائرة، اهتمت بالألعاب الجماعية الأخرى. اهتمت بالألعاب الجماعية الأخرى، يعني هملت كرة الطائرة. حلو، لكن أنتم قاعد تهتمون خصوصاً بالناشئين والشباب. هو أنا ما أمدح لك الكويت، بس قاعد أهتم بكل، يعني ما شاء الله قاعد أشوف على مستوى الألعاب كلها، يعني حتى لو تشوف الألعاب الفردية ترى إنجازاتها ما شاء الله هم بعدين. لا هذه احنا خالصين منها، يعني الحمد لله. النتائج هي اللي تحكم كذلك صح. يعني المراحل السنيه لما تشوف النتائج اللي حققها نادي الكويت في جميع الالعاب هذا يبين اهتمام الاداره في المراحل السنيه صح. وهذا المطلوب. هذا المطلوب بالضبط. يعني شلون انا ابني فريق؟ ابني من المراحل السنيه لين يوصل الفريق الاول. بالضبط هذا بالضبط. يعني لا باس انه يدعم الفريق ببعض اللعب المحليه او اللعب المحترفين، يعني بس اهم شيء هو قطاع الناشئين هم اللي فيه. اكيد اكيد. لكن منو تتوقع راح يكون منافس نادي الكويت هذا الموسم في الدوري وفي الكاس في جميع البطولات؟ طبعا المنافس الاول هو نادي القادسيه، ونادي كاظمه هم بعد منافس قوي، هو الناديين اكثر الناديين المنافسين البطوله. والعربي؟ والعربي جاي يعيد بناء نفسه ما شاء الله، حافظ على نص المجموعه اللي ابتعدت، وقاعد يحاول يدعمون الفريق باللعب المحلي، وان شاء الله اللاعب الفريق العربي هم لا يستحق فيه. يعني الدوري هالموسم راح يكون في منافسه شرسه بين الفرق؟ والله اي في منافسه، طالما انه ما في لاعبين محترفين على قولتهم تساوي الروس. المستوى راح يكون متقارب. يعني متى ما النادي اللاعبين حافظ على نفسهم وحافظ على التمارين نتائج المباريات ان شاء الله. نعم. بهالحاله شنو طموحاتك او شنو توقعاتك لنادي الكويت؟ والله طموحاتنا احنا تدرون نادي الكويت ما عندنا طموح، ما اقف عند حد معين، يعني احنا ان شاء الله نطمح ان احنا نحافظ على اكثر، يعني نحاول نحقق اكثر من بطوله السنه ان شاء الله، واحتمال في مشاركه بطوله العربيه. نعم هذا اذا في مشاركه ان شاء الله. اي اذا ان شاء الله ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله. اي فنفكر ان احنا ما نشارك، يعني مجرد مشاركه، نفكر ان احنا نحقق شيء، يعني نحقق يعني انجاز مركز ولو مركز متقدم يعني. نعم وان شاء الله المواسم الجايه ان شاء الله نرفع سقف طموحنا ان شاء الله. لكن انا قبل لا يعني اختم وياك، الجهاز الفني في النادي شلون تشوفه؟ هو اكيد يلعب دور كبير، يعني احنا شلون حققنا البطوله؟ احنا استعنا بطاقم فني كان خبير، يعني عنده خبره ودرايه بالكره الطائره الكويتيه، سبقنا درب نادي كاظم وحقق معه بطولات، ودرب منتخب البحرين حتى مستوى الخليج، يعني حتى مؤخرا كان ماخذ قبل موسمين النادي العربي القطري كاس قطر وبطوله قطر، فتم استعان فيه ومع طاقم فني معه، والحمد لله حقق البطوله. يعني طاقم فني مهم انه يجيب طاقم فني على مستوى عالي ويعرف شلون يحافظ على مستوى اللاعبين ويرفع مستواهم.
نعم جميل. طيب استاذ يوسف، بعيدا عن الطائره حدثنا عن تخصصك، بنسولف عنك شويه الحين وشنو الرساله اللي ودك توصلها؟ هذه فرصه الحين انت تضحى العود، فاذا عندك رساله تحب توجهها حق احد وبنعرف تخصصك في البدايه. انا بدايه تخصصي انا الحمد لله حصلت على الدكتوراه جامعه مصر الشقيقه. مبروك دكتور. هاي كان قلت لنا عشان عندي انا دكتور. لا عم توصل الشهر ان شاء الله. ان شاء الله. فانا رسالتي ان من خلال ضغوط المهنه شلون انا اسوي برنامج ترويحي. نعم. يعني كل واحد فينا يتعرض لضغوط المهنه. صحيح. الضغوط مو بس المهنه، ضغوط على مستوى الاهل، على مستوى الاجتماعي، على مستوى صحي، على مستوى صحيح. ضغوط نفسيه. محتاج ان اسوي برامج ترويحي، سواء برامج ترويحي اجتماعي رياضي، اني انا البي رغباتي طموحي انا بهوايتي انا. حلو. فعشان كذي هذه الرساله اني من اي واحد عنده ضغوط لازم يسوي له برنامج ترويحي حقه. على عمر معين؟ يعني الفكرة عندك ولا لا؟ هو مو بس طال عمر معين. نعم. يعني عمر مفتوح يعني. مفتوح. اي عمر مفتوح وطائرة بس داخل صالة ولا حتى نلاقيها على الشواطئ؟ انا احب الشواطئ بصراحة. برا ترى احسن. احلى. حتى شواطئ. شواطئ قانونها ترى غير عن شوي. كان شواطئ غير. قانونها شوي غير. هو ايه. لان اثنين. اثنين بس. اي اثنين. حلو حلو. طبعا كل التوفيق لك. ولنادي الكويت في هذا الموسم ان شاء الله يحقق المزيد من الانجازات، وكذلك ايضا الفرق الاخرى نتمنى بان نشوف الطائره ترد الى مستواها وافضل. نتمنى ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله. نتمنى تحقيق انجازات خارجيه، في النهايه نادي الكويت لما يروح خارجيه يمثل الكويت. فكل التوفيق لكم في سواء مشاركاتكم المحليه او الخارجيه. ان شاء الله. شاكلك على الاستضافه ومشكورين. كل الشكر دكتور يوسف، واتمنى لك التوفيق في حياتك العلميه والعمليه، ونشوفك ان شاء الله مره ثانيه وناديك دكتور. ان شاء الله. كل الشكر لك. مشاهدينا ننتقل الى فقره التاريخ والاحصاء مع راشد الحيان. أعزائي المشاهدين صبحكم الله بالخير، ومع حلقة جديدة من برنامجكم الضحى العود. طبعا احنا راح نتكلم الفقرة الرياضية اليوم، راح نتكلم عن لاعب يوسف سويد. نصبح على اللاعب يوسف سويد ونقول له ابو عذبي صبحك الله بالخير، اليوم راح نحش فيك اليوم في البرنامج. طبعا يوسف سويد مواليد 58، بدأ مشوار الرياضي موسم 75-76. أول مباراة لعبها كان أمام نادي اليرموك، استطاع يوسف سويد في تلك الفترة مع نادي كاظم الرياضي، استطاع يوسف سويد في تلك الفترة من إحراز هدف في هذه المباراة، كأول هدف أحرزه يوسف سويد على نادي اليرموك. بدأ يوسف سويد مشواره تدريجيا، استطاع أن ينال إعجاب الجماهير والإعلام الرياضي في تلك الفترة، لأن نادي كاظم وقتها كان نادي للحين يعني بدأ يطلع على 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 البطولات. يوسف سويد موسم 78 قدم مستوى جدا راقي، اختير لمنتخب اللي يسمونه احنا منتخب شباب، بس احنا نسميه منتخب بنغلاديش نسبة لبطولة آسيا اللي قيمت في بنغلاديش، فنسمي المنتخب هذا منتخب بنغلاديش. منتخب بنغلاديش وقتها كان يلعب يوسف سويد، ناصر الغانم، جمال يعقوب، سامي الحشاش، عبد الله بلوشي، حمود فليطح، جاسم بهمن، احمد المشيمي، مجموعة من اللاعبين يعني فالح فلاح لاعب القادسية. فالمنتخب في تلك الفترة منتخب الشباب قدم مستويات جدا راقية في بطولة آسيا للشباب اللي قيمت في بنغلاديش. بعدها تم تغيير منتخب الكويتي، استبعاد لاعبين، السياسة الجديدة اللي في تلك الفترة مع الاتحاد الكويتي كرة القدم، والاعتماد على منتخب بنغلاديش في بطولة الخليج الخامسة في بغداد 79. يومها كان رأس حربة يوسف سويد في البطولة هذه. طبعا استبعدوا مجموعة من اللاعبين من ضمنهم جاسم يعقوب، سعد الحوطي، أحمد طربلسي، لاعبين يعني لهم ثقلهم في المنتخب. لعب يوسف سويد في البطولة هذه، استطاع يوسف سويد إحراز 7 أهداف في البطولة هذه، نافس على لقب الهداف اللي حصل عليه اللاعب حسين سعيد في البطولة بإحراز 10 أهداف. يوسف سويد في البطولة هذه اختير من ضمن أفضل اللاعبين والمهاجمين في الدورة. طبعا بعدها
يعتبر مهاجم الظل. يعني لما أقول مهاجم الظل اللي هو يعتبر من أفضل اللاعبين بالدوري ومن أفضل هذا، لأن ما له مكان مع النجوم في تلك الفترة بوجود جاسم يعقوب وفتحي كميل وفيصل الدخيل وعبد العزيز العنبري، كان يوسف سويد في تلك الفترة احتياط ويغير نتيجة، يعني احتياط ويدخل المباراة وكان يغير نتيجة. طبعا يوسف سويد لعب كان مع الفريق في كأس آسيا مع أنه ما لعب في المباراة إلا أنه كان موجود بالتشكيلة، لعب مع الفريق في دورة الأولمبية في موسكو، لعب هناك مباراة ضد التشيك، لعب في كأس العالم، أحرج كارلوس ألبرتو في مباراة جدا راقية، قدم مستوى جدا راقي أمام المنتخب الإنجليزي. بعدها يوسف سويد بعد كأس العالم استطاع أن يفرض نفسه كأفضل مهاجم في تلك الفترة مع المنتخب الكويتي. أذكر مباراة المنتخب العسكري كان احتياط مع المنتخب السعودي سنة 83 اللي لعبوها في أبوظبي، دخل والنتيجة 1-1، استطاع أن يحرز الهدف، هدف الفوز على خالدين، واستطاع أن يتسبب بطرد اللاعب سمير عبد الشكور اللي صارت فيها المشكلة ذيك الفترة. يوسف سويد بالفترة بعد 84 أو 85 بدأ يلعب في خط الوسط، وأيضا قدم مستويات جدا راقية في خط الوسط. طبعا يوسف سويد يملك ميزة ما يملكها لاعب تاريخ الكرة الكويتية اللي هو حجز الكرة وحجز اللاعب في أثناء المباراة. يوسف سويد لعب آخر مباراة لسنة 90 قدام القادسية إلا أن اعتزل سنة 92، بعدها اتجه المجال التدريب وبعدها انقطع، والآن نشوفه ما شاء الله يعني في المجال الإعلامي أحد المحللين اللي ما شاء الله يملك رؤية فنية جدا راقية. طبعا اليوم تكلمنا عن يوسف سويد، باكر راح نذكر نجوم آخرين إن شاء الله، إلى أن نلقاكم إن شاء الله مع نجم آخر، تقبلوا تحياتي. كل الشكر للأستاذ راشد أحيان على هذه المعلومات القيمة، احنا بحاجة لها خصوصا الجيل اللي موجود حاليا ما عنده التأريخ والإحصاء هذا القديم. بالفعل توي يقول بعد في نجوم جدد إن شاء الله راح يتكلم عنهم في إن شاء الله الأيام الجاية، فراح نتابعك أستاذ راشد. يسرنا مشاهدنا اليوم أن نسلط الضوء على لعبة فردية يمتاز أبطالها بالقوة والذكاء وسرعة الحركة، وفي هذه المناسبة نستضيف النجم محمد القطان لاعب اليرموك والمنتخب الوطني الكاراتيه. صباح الخير كابتن. صباح النور، أشكركم على الاستضافة وإن شاء الله أكون ضيف خفيف على الحلقة. إن شاء الله مكانك. بداية إحنا كل ضيف قاعد مكانك مسألة، شلون كانت البداية؟ البداية طبعا يعني كلعبة قتالية ما لها يعني توجه، دائما نحن الصغار نفكر بالكرة أول شيء. نعم. بس لأن أهلنا والربع كانوا يعني بداية الكاراتيه اللي بعد 91-92، فقالوا خروح نادي اليرموك اللي هو أقرب نادي لنا، فبدأت وياهم من ذاك الوقت من 92 لليوم يعني، واستمرينا يعني لعبنا بالنادي والمنتخب يعني، بس هم طلعوا وأنا الوحيد اللي استمريت يعني دشيت وياهم ووقفوا. شنو كانت يعني تفكيركم لما دشيتوا كاراتيه؟ عشان برا إذا تهاوشنا هذا تفكيرنا. لا أنا تفكيري إن بلعب نادي بالبداية بس مو أبي أتكافخ وطقم طاقق. هو المكافخ صار يوم سمعوا إني ألعب كاراتيه. قالوا أنت تلعب كاراتيه تعال نتهاوش، ولا مو الهدف يعني. كم أيامها كان عمرك؟ أيامها كان عمري 9 سنين يوم بديت. وكملت من يوم. يمكن هذه من الألعاب أيضا اللي يعني تشجع بأن تبلش فيها وأنت صغير محمد. أي هو أفضل وقت إن تبلش فيها وأنت صغير. يمكن 9 سنين ما تعتبر صغير بعد، لو أصغر أفضل. لا لو أصغر أفضل، بس لأن فترة يعني الله لا يعودها إن شاء الله، فترة الغزو صارت يعني قطعوا الرياضة فترة السنتين هذه. بعد ما خلص الغزو بلشنا إحنا الرياضة، بلشنا بلعبة الكاراتيه، وتوهم رادين النادي هناك اليرموك، توه شوي بلشوا يتمرنون. من هني بلشت وياهم مع عيال خالتي اثنين، مع ربع يعني ربعنا بالفريج، وهذا بلشنا كملنا من ذاك. حلو، في احد شجعك الاهل ولا في البدايه كانوا قلنا لا العب شيء ثاني؟ بالبدايه قالوا بالعكس روح، ما يبون العب كره لان يدرون خلاص صار ادمان كره، لعبنا بعد ما ندش البيت قالوا خليك مستمر بالرياضه. وكان عندهم الفكر ان دافع عن نفسك بالمدرسه، يعني مو ماخذينها فكره رياضه، لا دافع عن نفسك في حال اي مشكله. هي لعبه دفاعيه وليست
هجوميه. هي الالعاب القتاليه بشكل كلها. عام كلها اسمها سماها فنون الدفاع عن النفس، ما يقولون فنون هجوميه، سيلف ديفنس. على سيلف ديفنس اي بالضبط. فاحنا خذيناها الناس ماخذينها هجوميه، من يتعلم خلاص يبي يتهاوش، لا هي تعلمك شلون تتحكم بالغضب، تهذب النفس. انا هذا اللي اعرفه، انها تهذب النفس، تهذب النفس بشكل هادي. تلقى لاعب الالعاب القتاليه تلقاه في الشارع اهدى واحد، يعني ما له شغل، يحاول يوخر على المشاكل، ما يفتعلها نفس الباجي يعني. الحمد لله اغلب اللاعبين في الفنون القتاليه تلقاهم بعاد على المشاكل. طيب كابتن محمد، كل لاعب عنده نقول هدف او عنده شخص يقتدي فيه او انه يحب يوصل له، يعني هدف يكون نفسه، منو هدفك او منو الشخص اللي تحب تكون نفسه؟ ما انا الصراحه عندي مدربي سيد علاء الدين الكفار، مدربنا بالنادي بطل العالم. يعني هو اللي وصل لاعبين، اغلب لاعبين الكويت وصلهم للعالميه. يعني هذا الشخص اللي اقتدي فيه بالفنيات، سواء ممتاز. بالاخلاق في مجال الكاراتيه، هذا الشخص اللي هو قدوتي في مجال الكاراتيه صراحه. حلو. محمد، انت تأيد ان البنات يلعبون كاراتيه؟ اي احنا الحمد لله، ترى بالكويت مشكله ماكو اهتمام بالكاراتيه، بس يعني مو اهتمام بشكل عام، لا البنات نفسهم في خامات زينه عندنا بالكويت، محتاجه اهتمام. بس العنصر يعني النسائي في كل رياضه مظلومه، انا اشوفه العنصر النسائي مظلوم، خاصه انا اقول لك يعني لانه يمكن ما في توجه نسائي للالعاب القتاليه ولا حق الرياضه، ماخذين انه تلعبين رياضه يعني اسف على الكلمه يقولون انت صبي بتصيرين. صحيح. اي مو ماخذينها والله رياضه تعلم، يعني انا بنتي الحين خليتها تبلش. وانا هذا اللي بوصله، عشان كذي خليت بنتك تبلش. كم عمرها؟ اسم الله عليها. الحين عمرها 8 سنين. الله يخليها. خليت الحزام الاخضر تو قبل الاسبوع اللي طاف. اي خليت الحزام الاخضر وخليتها تستمر. انا ود هي بعد حبه الكاراتيه. هو اهم شيء الاستمرار، هو مو مشكله انت يدشون عيالنا هذه اللعبه ويحبونها ويتعلمون منها، بس الاستمراريه اللي انت تميت فيها وكملت مشوارك احيانا نفقدها في الجيل الحالي. بالضبط. انا عشان كذي حاب ان هي تستمر. وصدمتني ذاك اليوم جايتني مسويه برنامج تدريب بتدرب باقي البنات. ممتاز يعني. ممتاز. حلو. الاستمرار يمكن هذه نقطه وايد مهمه. كنا احنا كشباب، ترى اغلب الشباب في جيلنا مارس اكثر من لعبه. صح. وايد يعني مرينا على وايد، لازم تمر على كم لعبه، لازم نلعب وما نستمر. يعني يمكن انا من الالعاب اللي مريت عليها الكاراتيه. أيه. وصلت ليه الحزام الاصفر وخلاص، بس انه مستانس لون اصفر وسلامه. أيه. بس يعني ايه اللي هو تحفظ كاتين، تحفظ الاولى وبعدين الثانيه، هيا شدان هيا شدان هيا النيدان، وتدش تقدم اختبار واساسيات. إيه هذا اللي يصير بالضبط. فبعدين يقول لك والله ما شنو اللي يخلي الواحد انه لا يستمر ويكمل. واول شيء يعني اول سبب حق الاستمرار هو اولياء الامور بالنسبه لي. يعني اذا صغير ولي الامر اذا مهتم بالرياضه خليه يستمر، بس بشرط انه يكون منظم وقته بين الدراسه والرياضه. صحيح. يعني الحمد لله وصلت لمرحله الحمد لله خلصت الهندسه وبدعم الوالد والوالده وصلت للمنتخب، وصلت للنادي وخلصت الهندسه، بس كان في دعم يعني مباشر منهم ان تبي تلعب تخلص دراستك. محمد تلعب كاتا ولا كنت؟ العب كاتا. انا لاعب كاتا. كاتا. قاعد الاحظ انا الفتره يعني السابقه قاعد تتجهون الى الكاتا اكثر من الكوميتي. وهو مو توجه، صار في برزوا نجوم بالكاتا. يعني الحمد لله احنا سوينا اسم حق الكويت. صح. يعني من تاريخ من بدايه بعد 2002 بدينا نشارك بطولات آسيا والعالم، قمنا نجيب نتائج. بعد 2005 الفضية اللي حققناها في مكاو ب 2005 بطولة آسيا صار في اسم قوي حق الكويت. بعدها حصلنا البرونزية ب 2007 وبعدها ب 2011 خلاص صار في اسم. وبعدها الصغار اللي هم الشباب اللي الحين وصلوا فئة العموم اللي هم سيد محمد سيد سلمان ومحمد أحمد اللي نسميه سوزوكي وصلوا ل خلاص خذوا فئة العمومي. لا ليش تسمونه سوزوكي؟ هذا مدربه كان مصطفى الشطي يسميه بالنادي وراحت عليه بالمنتخب. وللحين خلاص سوزوكي. للحين خلاص صار اسمه سوزوكي. فمن ذاك الوقت صار في اسم حق الكويت بالكاتا. ولعبة الكاتا لعبة مثل ما تقول حكام، يعني الحكم يعجبه أدائك ولا ما يعجبه أدائك. فمن تسوي اسم حق الاسم الدولة نفسها لما يدش ورا الكويت ولها اسم قديم خلاص. حكام يحسبون له ألف حساب. صح. ما يخسرونه قدام أي لاعب. الحمد لله بنينا الاسم والشباب مستمرين الحين فالنتيجة الحلوة. حلو. طيب كابتن محمد تحدثنا عن إنجازاتك. إنجازاتي الحمد لله يعني أنا من بلشت 92 لغاية اليوم عندي
5 ميداليات في آسيا ما شاء الله، وبطولة دولية عندي ذهبية في بطولة دولية لكارت دبي، وبرونزية في بطولة إندونيسيا، وعدد ميداليات الخليج يعني كذا بطولة ما نقدر نحصر عدد الميداليات، والبطولة العربية كذا ميدالية بعد، يعني في ميداليات ما أقدر أحصرها لأن يغيب عن بالي، أخاف أقول ميداليات وأنسى شيء، بس الحمد لله يعني إنجازات حلوة كانت خلال الفترة يعني مسيرتي. عندك منافسين يعني تخشى طبعا هذا المنافس إذا كان معك سواء الدولي؟ لا نقول يعني على الخليج نفرض. على الخليج الحين الإمارات بارزين بشكل قوي، يعني الحين منتخب الإمارات سواء بالفريق أو الفردي اللي هم مروان المازمي ما شاء الله عليه خوش لاعب، اهتمام صار فيه اهتمام من الإمارات حق هاللاعب نفسه، يعني كاتحاد وهيئة رياضة بالإمارات اهتموا في مروان ووصلوا له إنه يحقق ذهبية آسيا وذهبية البطولة العربية، بس ناويين يوصلونه للعالمية، بس شوي يعني محتاج وقت إن شاء الله. طبعا إن شاء الله. كلمنا عن دام تكلمت عن الإنجازات فورس 965 فورس هو فكرتي يعني مع شباب، يعني فكرة شبابية جروب تطوعي حابين ننشر الفنون القتالية بالكويت، يعني نعرف الناس شنو الفنون القتالية، يعني الفكر الصحيح بالفنون القتالية. الفنون القتالية هي مثل ما قلت أول شيء هي دفاع عن النفس، وتعلمك الاحترام، شلون احترام الخصم واحترام الملعب واحترام مدربك. فحبينا نوصل حق الناس شنو الفنون القتالية بتعدد مدارسها، لأن كل فن قتالي من دولة معينة مثل الكاراتيه والجودو والأيكيدو وهذه ألعاب يابانية، التايكواندو لعبة كورية، الووشو والكونفو لعبة صينية، المايتاي لعبة تايلندية، بس كلهم يتفقون على مبدأ الاحترام. الاحترام صحيح. أي ومبدأ يعني حبس الغضب والتحكم بالغضب نفسه، شلون يعني بدال لا تهاجم تعرف شلون تدافع عن نفسك. أي كل دولة سوت لها نظام دفاع عن النفس علشان عن المشاكل عن الحروب عادل الأهلية يعني. عادل يمكن أيضا في صعوبات تواجهكم كلاعبين محمد. إيه طبعا في صعوبات. شنو أبرزها يعني أنت كلاعب، شنو أبرز صعوبات اللي واجهتك طوال مسيرتك هذه؟ شوف أبرز صعوبات الحمد لله الحين تقدر تقول المنشآت موجودة، تبي تتمرن العصر بس الفترة الصباحية سواء الطالب أو الموظف ما يقدر، الطالب فترة الدراسة ما يخلونه، الموظف التفرغ بيأثر عليك بالتغييب السنوي، هذه مشكلة صح. احنا نعاني منها يعني إذا تغيبت عن الدوام فترة ما تأخذ امتياز تأخذ. ما تأخذ امتياز، هذا جيد جدا، حتى لو يعني عطاك امتياز بيقول لك والله انت حالك مو نفس الموظفين الباجي بالترقيات وهذا، يقول لك والله عندك غيابات وايد. لا بس المفروض يخاف منك لاعب كاراتيه انت. يقولونها بس ماكو فايده. يقولون نخاف منك لاعب كاراتيه بس شو الفايده؟ ما خذينا شيء. زين ماذا عن الدعم؟ يعني في دعم حق اللعبه هذه ولا تشتكون من قله الدعم؟ هو صح نشتكي من قله الدعم، لان الفتره الاخيره نزلوا ميزانيه الهيئه العامه للشباب الرياضي فقل الدعم عن الرياضات كلها مو بس الكاراتيه. احنا لما يقول قل الدعم عن الكاراتيه يعني قل الدعم عن كل الرياضه، يعني وهذه المشكله اللي تحوشنا احنا سواء بالمستلزمات ما نقدر نوفي المستلزمات اللي نبيها. مكلفه لعبتكم محمد؟ مو مكلفه يعني بدله الكاراتيه، اذا تبي بدله تبي تشارك فيها بطولات دوليه من 70 الى 80 دينار، يعني ما تعتبر يعني ما تعتبر يعني مكلفه بشكل كبير يعني. وغير هذا نبي معسكرات، احنا مشكلتنا ممكن ما في تحتاجون معسكرات اكثر. اي ما عندنا التخصص، يعني عندنا المدرب يعطي هو مدرب لياقه نفسه، مدرب كاراتيه يعلمك شلون تاكل متى تنام، ما يصير مدرب لازم نفسي. مدرب نفسي صدق مدرب نفسي، او لازم يصير فيه تخصصات صحيح. احنا بالكويت بكل الرياضات ما عندنا التخصصات هذه هنا. يعني انا قعدت قبل فتره مع بطل عالم مصري قلت انت شنو حياتكم شلون وصلت ل يعني ذهبيه العالم وشلون خذيت، قال احنا بمصر يكون في معسكر طول السنة أنا ملتزم مع المنتخب الوطني نعيش مع بعض كفريق كامل فندق، هم نفسهم يودون الجامعة ندرس ونرد الفندق، الصبح يكون تمرين نفسي يجي دكتور نفسي يكلمنا سنة كاملة العصر ولا فترة الظهر تمرين لياقة، العصر يكون تخصص كاتا بس نتمرن كاتا. تحتاج لياقة لا الكاتا محتاجة عصب يعني مو سهلة يعني الشغلة، تمرينها أصعب من الكوميتي هذه الكاتا. فطريقتهم هناك مصر مع أن الإمكانيات عندنا أفضل منهم، يعني كمادة عندنا أفضل بس
محتاجه شوي. ما نبي معسكر، ما نبي معسكر داخلي، نبي معسكر خارجي. يمكن الكويت عشان صغيره والشباب اغلبهم ملتزمين يعني يروحون النادي ويتدربون، يمكن تحتاجون المعسكرات الخارجيه اكثر. الخارجيه عشان نحتك في الابطال الخارجيين. بالفعل احتكاك معهم. احنا محتاجين الاحتكاك معهم، نتعلم منهم يعني حتى طريقه دخول الملعب، شلون اقدر يعني في حال الصعوبات اللي تحوش داخل الملعب في حال الربكه اتعلم شلون توخر عني الربكة يعني شوي تحتاجها. طيب بما انك ذكرت الدعم، تحتاجون دعم، هل تعتقد بان قاعد يعني من خلال مشوارك قاعد تشوف ان الدعم قاعد يختلف من نادي لنادي؟ في انديه تدعم هذه اللعبه اكثر من النادي نفسه. احنا يعني بالكويت لو تلاحظ في انديه عندها استثمارات، في انديه ما عندها استثمارات، في الانديه عندها 17 لعبه، في انديه عندها 10 لعبات. بس اللي عنده 17 لعبه تلقى ما يقدر يغطي، ما يقدر يدعم الكل، لان تلقى ميزانيته محدوده او الميزانيه واحده حق الانديه، فما يقدر يصرف على 17 لعبه. صح. تلقى شنو احتياجاتكم؟ ملعب، باصات، خلاص اقدر اوفيها لكم، بس مكافآت ما اقدر اعطيك. في انديه لا، عنده 5 لعبات 6 لعبات، على اي ميداليه تلقى هاك تفضل 500 دينار، انت جبت لي ذهبيه بالدوري هاك 500. هذا يخليه يتشجع. يخليه يتشجع. بس تختلف من نادي لنادي على حسب الدعم اللي عنده، على حسب استثماراته اللي موجوده داخل النادي. حلو حلو. يمكن ايضا بنتكلم عن البطوله الاسيويه الاولى للانديه. اي وانت كنت من المنظمين. انا صاحب الفكره. صاحب الفكره. تكلمنا عنها. هي بطوله اسيا اللي صارت ب 2014، بلشت بالشغل فيها من 2013 قبلها بسنه. حلو. طرحت الفكره على النادي، قلت يا جماعه احنا ليش بدام قاعدين نشارك بطولات خارجيه ليش مو احنا الكويت نسوي بطوله؟ قالوا لي نادي اليرموك سيد احمد عيسى الجاركي، ابو عيسى قال لي شوف انت اشتغل ونادي اليرموك يدعمك، لا تفكر بشيء، لا تحاتي بالميزانيه، انت اشتغل. حلو. قلت خلاص اتوكل على الله. فمن بلشت خاطبت الاتحاد الاسيوي، قلت انا عندي فكره نسوي بطوله الانديه الاسيويه الاولى، لان ما في بطوله انديه فيها بطوله منتخبات دائما تكون سنويه. قالوا خلاص مو مشكله، بس دز لنا البرنامج كامل، شنو تبي، شنو فكرتك؟ قلت والله اعطيتهم الفكره ان من كل دوله يمثلها 3 انديه اللي متصدرين الدوري العام. حلو. ولكم مجال ان تحطون محترفين، بس ما افتح مجال المحترفين عشان ما يكون فريق يعني بس محترفين. كنا منتخب. فخليت المجال اكثر حق لاعبين النادي نفسه. حلو. فقالوا خلاص توكل على الله وبس تكون تحت مظله الاتحاد الاسيوي. قلت هذا اللي. كم عدد المشاركين كان؟ كانوا 20 فريق. 20 فريق كبدايه. اسيوي. أي. اسيوي اي كبدايه. حلو. 3 انديه كويتيه، 3 انديه اماراتيه، 3 انديه سعوديه. منهم من الكويت؟ اليرموك القادسيه. اليرموك القادسيه والسالميه. السالميه. اي والشباب. اي 4 انديه الشباب كانوا موجودين. حلو. ناديين من العراق، ناديين من ايران، نادي تايبي، و والله نسيت، صار لها تقريبا سنه ونص البطوله. خلاص قدمت الدعوه، كان اقدم دعوات حق رئيس اعضاء مجلس اداره الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي، وما قصر رئيس الاتحاد الدولي بنفسه، نواب رئيس الاتحاد الدولي يو ورئيس الاتحاد الاسيوي، فكل ضيوف العالم يو الكويت. استضفتهم. نعم. وبعد ما وصلوا وشافوا الترتيب الحمد لله صار في صيت حلو حق الكويت. نجحت البطوله. نجحت البطوله بشكل كبير، يعني حتى لما بعد البطوله يصرح رئيس الاتحاد الدولي في موقع الاتحاد الدولي اشكر الكويت على التنظيم الاحترافي، يعني ما قال التنظيم سهل، قال التنظيم الاحترافي. نعم. الحمد لله طلعت الكويت بالصوره، يعني ما قالوا والله محمد قطان هو اللي سوى البطوله. صح. حتى الاتحاد الاسيوي شكر الكويت، شكر رئيس الاتحاد الكويتي، ما شكر محمد قطان. فهذا الهدف، هدفكم اساسا، هذا الهدف. صحيح. الاساسي اللي نبي نوصل له، يعني سواء انا ما سويت البطوله اتمنى. صح. غيري يسوي البطوله. طبعا اللي حقق البطوله نادي اليرموك. نادي اليرموك. وهذه هم فرحه، هذه فرحه ثانيه. اي حققنا البطوله ونظمنا البطوله والحمد لله نجحت، يعني واسمها صار قوي. هذه الاولى كانت. الاولى. وين الثانيه؟ الثانيه صارت هالسنه في اوزبكستان. كانت في أوزبكستان الثانية. حلوة. الحين خلاص اعتمدت تسير في كل دولة. سنة دولة. دولة. أي. وانطلاقة كانت بالكويت. وانطلاقة كانت بالكويت، يعني قالوا مؤسس البطولة الكويت، هذا اللي كنا نبي نوصله. محمد القطان. ما قالوا محمد قطان. هذا آخر اهتمام، يعني أهم شيء أن الكويت هي اللي طلعت في الصورة. صحيح. حلو. طيب محمد شنو رأيك الفني في بطولة الاتحاد الشاملة الأولى؟ بطولة الاتحاد الشاملة الأولى فكرة حلوة صارت. خلت بدالة تكون بطولة الأشبال بروح، بطولة الناشئين والشباب بروح، بطولة العمومي، صارت كلها في بطولة واحدة. خلت الفريق نفسه يدعم بعض،
يعني لما الشبال يلعبون تلقى الفريق كامل يدعم اللاعب اللي ممتاز داخل الملعب يبي يفوز يبي يفوز، لان بالاخير الترتيب العام هو اللي حق النادي، يعني اخر شيء كاس واحد بيطلع، بدال تكون ثلاث كؤوس صحيح. كاس واحد وترتيب عام حق البطوله، فصار في مثل روح ألفة وتعاون بين الفريق نفسه. وهم رتبها من ناحيه ثانيه الاتحاد ان وقتها مع الامتحانات ما يكونون الطلبه، يعني بدال لا تكون 12 بطوله بالسنه صارت اربع بطولات مدموجين مع بعض بفتره بعيده عن الامتحانات. عدل اي، فهذه حلوه من ناحيه الالفه اللي بين الفريق وناحيه الامتحانات تنظيم الوقت حق اللاعبين نفسهم. محمد، خلال هالسنوات هذه من 92 ل 2015 محمد القطان حقق طموحه ولا في بعض الامور اللي كنت تتمنى تحقيقها وفي مجال انك تحققها ان شاء الله؟ هي آخر فترة يعني صار في توجه حق الاتحاد إنه يعطي مجال حق اللاعبين الشباب، اللي هو يعني يحاول يطلع الصغار عشان يخليهم يستمرون. إيه فكرة حلوة، كان عندي طموح إنه أوصل يعني أحقق ميدالية في بطولة العالم، بس ما صار لأنه خلاص بدأ التوجه، فقلت بدأ التوجه خلاص إحنا نعطي مجال حق الشباب، والحمد لله الشباب ما قصروا إن شاء الله يحققون البطولة. هم حققوا البطولات الدولية بس إحنا هدفنا بطولة العالم الرسمية، هذا اللي احنا نتمناه ان شاء الله ب 2016، يعني اذا انحلت مشكلة الرياضة نشارك منتخب الكويت في بطولة العالم ونجيب هالنتيجة، يعني سواء اذا انا ما جبتها ان شاء الله الشباب احنا هدفنا نرفع علم الكويت احنا ببطولة العالم. صح، هذا اللي ما اللي نبي نوصل له ما وصلنا له للحين. ان شاء الله ب 2016 تلقى كذا ميدالية مو بس واحدة ان شاء الله، هذا اللي احنا ان شاء الله. بس في منافسين شرسين معاكم خصوصا في في بطولة يعني بالعالم. انت شخصيا من الاصعب واحد واجهته؟ اصعب واحد بالعالم بوقتنا احنا كانوا ايطاليا، كان ايطاليا، ايطاليا كانوا محتكرين الذهبية، يعني احتكار لا تصادفهم في الادوار الاولى لانه خلاص تدري انه بتودع خلاص. اي اليابان يعني بوقتنا كان فيه فريق ثلاثة اخوان، هذيل طحنا وياهم مكاو اول مرة بالنهائي، يعني صادف ان طحنا معاهم بالنهائي ما صادفناهم قبل. عدل، هذيل نفس الشيء بوقتهم هم كانوا مكتسحين الذهب في العالم وفي اسيا، هذيل اصعب منتخبات كانوا تواجه، يعني غير يعني المنتخبات الثانية البيرو زينين كانوا، فرنسا زينين، بس مو الكل، يعني كنا نقدر ننافس بس نحتاج فترة اعداد اكثر بوقتنا، يعني نفس يعني كنا نبي الاهتمام الموجود الحين موجود في وقته. عدل عدل، طموحاتك ما شاء الله. انت تسال عبد الله في بطوله جايه؟ اي نعم، يلا في بطوله بعد اسبوع. اي نعم ان شاء الله، بطوله العالم اعتقد، بطوله العالم في اندونيسيا تحت 21 هذا حق هالموسم حق هالموسم، لكن هل الكويت راح تشارك؟ اي الحين الكويت هم صار في لهم ميزانيه لهالعام الشباب الرياضي، لان قبل وقت اللقاء الحين اذا بيشاركون ردوا عليهم الاتحاد الدولي قالوا بتشاركون على مولهم ترفعون لا علم الاتحاد الدولي، علم الاتحاد الدولي اي اذا فزتوا راح ترفعون علم الاتحاد الدولي مو علم الكويت، مو علم الكويت. ف هل يعني تأيدوا المشاركه في هالحاله؟ انا ودي يعني الطموح كل لاعب بيوصل للميداليه، بس يعني في هدف اكبر، في هدف اكبر احنا نبي نرفع علم الكويت هو الاساس، بس يعني ما يمنع ان نشارك يعني اللاعب. بس اتوقع محمد حتى فرحتك غير راح تكون، فرحتك ما راح تكون، ما راح تكون فرحه، يعني ممكن انجاز حقك بس انك ما تشوف علم بلدك ولا شيء. اللي صار مع حمد النويعم في 2012 صح، حقق ذهبيه الاسياد بس رفع العلم الاولمبي، بس ما كانت الفرحه اللي نبيها، يعني صح اعلاميا والله استانسنا ان حمد النويعم ياب ذهبيه حق الكويت، احنا نقول حق الكويت بس هناك ما يدرون من اللي رفع العلم. صح صح. وهل حضورنا قوية في حضورنا قوية هالمرة لأنه في إعداد، يعني صار في اهتمام في الكوميتي في الكاتا ولا في الكاتا والكوميتي؟ الكوميتي إن شاء الله إحنا نتمنى راح تكون مشاركة في الكاتا والكوميتي، الكاتا والكوميتي بطولة عالم يعني تحت 21 سنة بالكاتا والكوميتي إن شاء الله حضورنا زينة، بس إيه فكرة إن العلم يتغير إيه شوي يعني تنزل من معنويات بس ان شاء الله ان شاء الله انا متفائل خير في الشباب، يعني اعدادهم وتجهيزهم ممتاز يعني الحمد لله. حلو حلو. يمكن في المواسم السابقه كان في اسامي ذكرت منهم انت اسم حمد النويعم، حمد النويعم تكلمنا قبل الهواء، احمد منير، عبد الله العتيبي، عبد الله العتيبي، احمد الخالدي، احمد الخالدي، بدر العتيبي، اسماء يعني اسماء كثيره، جابر الحماد. توصل تحقق انجاز بعدها خلاص اللاعب يختفي، نشوفه خلاص ابتعد عن اللعبه. ليش؟ شوف انا قلت لك الحين الاهتمام كنا نبيه قبل، نفس الاهتمام الموجود الحين، يعني الحين صار فيه اهتمام اكبر من صار فيه اهتمام اكبر من قبل،
قبل ايامنا ما كان في احتراف، حتى الاحتراف الجزء اللي نستلمه الحين ما كان موجود، كان العطاء اللاعب من نفسه يعطي. صح. فتلقاه يوصل وهم نفسه يتمرن الصبح يتمرن العصر من غير تفرغ، تلقى يطلع من الدوام يروح نادي، يروح ناديه نفسه ما يروح الاتحاد، او اذا في مجال يروح الاتحاد يتمرن وهو من نفسه يبذل. اخر شيء تطلع له مكافاه اخر السنه، عاد نشوف على حسب الهيئه كم تصرف يعني المكافاه اللي تطلع. بس الحمد لله الحين صار اهتمام اكبر، صار فيه اهتمام اكبر. ذاك الوقت يعني من اللاعب انا اقول لك ما كان في الامكانيات اللي موجوده الحين، سواء الحين جايبين مدرب لياقه، اقلها جايبين مدرب لياقه بالاتحاد. ذاك الوقت لا، من نفس اللاعب مدرب واحد يعطيك كل شيء بروحك ليق بروحك ليق. الله يذكرهم بالخير يعني المدربين اللي كانوا موجودين، محمد سلطان الحين موجود، عاطف بابا، كابتن بهرامي الله يذكرهم بالخير، ليفنت ادمير التركي، هذيل تلقى يعطيك كل التمارين من نفسه، ما كان في تخصص، بس هم طلعوا ابطال طلعوا نتائج. بس هذيل بعد ما خلصوا اختفوا لانه ما شافوا الاهتمام اللي كانوا يبونه. صح. اللي موجود الحين. طيب محمد ما ادري شوي عندي سؤال يمكن يكون غريب لان انا مالي وايد بهاللعبه. الحين انتم نفرض فريق ومدرب واحد دربكم، شو اللي يميز لاعب عن لاعب؟ يعني محمد نفرض يقول عبد الله يميزه كذي باللعبه، ولا لا ما في تميز؟ لا في تميز طبعا، يعني بتكلم اول شيء على الكاتا والكوميتا. الكاتا ساعات تلقى اللاعب موهوب بالكاتا، الكاتا شنو هو؟ قتال وهمي. بس شلون تشرحين الكاتب بشكل صح؟ في ناس عندهم ليونة مفاصل. إيه نعم. يعني مفصل نفسه مفصل ال إيه نعم. الريل تلقانه لين وايد، فما ما راح يهتز لأن أصلاً ثباته إيه على ليونته. إيه نعم. وعنده عصب يقدر يقفل التكنيك صح. هذا بالكاتب. بالكوميتي تلقان يعني في لاعب يكون حوضه فوق حوضه مرتفع شوي فريله طويلة. إيه نعم. هذا يقدر يوصل ريله بسهولة، أو تلقان إيده طويلة يقدر يوصل التكنيك صح. وهم يكون عنده عصب انه خلاص يعني لما اهجم واطيح اللاعب ما راح يقدر يردني. فانت تتابع يعني اثناء مبارياتك او اذا شيء تتابع يمكن اللاعبين شنو نقاط القوه اللي عنده وشنو نقاط الضعف عشان تستفيد منها. يبين معانا نقاط الضعف نقاط القوه، يبين اذا يحتاج تمرين مثلا ريوله محتاجه تمرين، ايده محتاجه تمرين، نعرف يعني من امكانيات اللاعب نعرف. كل التوفيق لك محمد ان شاء الله في البطولات القادمة بإذن الله إن شاء الله، أنت وإخوانك اللاعبين. كل شكر لك على حضورك معنا وجودك معنا في ضح العود. مشكورين، وإن شاء الله يعني وصلت فكرة الكاراتيه والفنون القتالية بشكل حلو ومبسط. أنت شجعتني أرد بكمل يلا حياك لا تقرمك عندنا حبيبي. أكيد مستمرين وياكم في فقراتنا، طبعا تتنوع الهوايات من شخص لآخر، منها الهوايات الرياضية الثقافية الفنية كذلك. التقرير الجاي راح يسلط الضوء على هواية وهي الرماية، وهذه من يعني أحلى الرياضات عندنا في الكويت في الآونة الأخيرة، يعني خصوصا اللي تحقق إنجازات. فنروح بانوراما نشوف الرماية ونرجع لكم. تتعدد هوايات الناس وبتنوع الناس تتنوع الهوايات، وإحداها الرماية، تلك المهارة البشرية التي ظهرت بذات الغريزة. وعرفت الرماية بالبنادق والمسدسات في العديد من البلدان في العصور الوسطى، ويستمتع المهتمون بالرماية بممارسة الرياضة نفسها أو التنافس فيها، وهي لعبة تستخدم فيها الأسلحة لإصابة أهداف ثابتة أو متحركة لجمع النقاط، تحدد وفقاً للسلاح المستخدم والهدف. أما مفهوم الرماية كرياضة استهداف فقد بدأ في القرن 19 مع تطور معدات الرمي وتشكيل العديد من المنظمات التي شكلت جذور الاتحادات الرياضية الموجودة اليوم. رياضة الرماية تمارس منذ سنين بعيدة، وهي من الألعاب القديمة جداً، مارسها الإنسان بأشكال ووسائل مختلفة، استخدم فيها السهام والرماح والقوس وحتى الحجارة وغيرها من الوسائل الأخرى، وبوسائل بدائية وقديمة، ومع التقدم والحداثة تطورت معها رياضة الرماية باستخدام وسائل حديثة مثل الأسلحة النارية المتطورة. وكان أول ظهور للرماية في الألعاب الأولمبية الأولى في أثينا في عام 1896 ميلادي، وظهرت الرماية النسائية في دورة الألعاب الأولمبية
في عام 1968 ميلادي، ونمت هذه الرياضة وازدهرت ودخلت في كثير من الدورات المحلية والإقليمية والدولية، وأصبح لها بطولات متعددة ومسابقات مختلفة يمتحن فيها الصبر والدقة وقوة الأعصاب. ويجتمع في هذه اللعبة الذكاء والتركيز والنظر الحاد والتنفس السليم، حيث يصوب اللاعب على قرص مقسم إلى 5 حلقات، وتتدرج النقاط المسجلة بين الهدف ومحيطه القريب، ويمارسها حالياً الرجال والنساء، وأنديتها منتشرة في كثير من بلدان العالم. تعلمت من رياضة الرماية الاندبارت والقدرة في السيطرة على النفس، لأن الرماية فيها مسؤولية كبيرة، فعندما يمسك الإنسان السلاح في يده فهذه تعتبر مسؤولية مهمة وكبيرة، ولا يدري أن السلاح الذي بيده يمكن أن يهدد حياة الناس في لحظة من لحظات الغضب. ولا أقول أن رياضة الرماية إلا أنها تعلمني السيطرة على النفس، فهي تعلمني التنظيم والإحساس وإدراك ما يدور حولي. لم تمارس قديما إلا من قبل النبلاء والأغنياء، نظرا لارتفاع كلفتها المادية التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يتحملها. أما اليوم ومع ظهور نوادي متخصصة في هذه الرياضة تقدم للمشاركين فيها القواعد الأساسية لها وكيفية التعامل مع السلاح المستخدم فيها والتدريب على هذه المهارة، صارت هذه الرياضة أشبه ما تكون برياضة شعبية يمارسها الناس من مختلف الأعمار والأجناس. كنت أنا وأولادي نمارس الرماية من خلال الألعاب الإلكترونية على الحاسوب، وأردنا أن نمارسها على أرض الواقع، وقد أعجبتنا هذه اللعبة ووصلنا ممارستها، وهي رياضة أعتبرها مهمة في الحياة، وهي ممتعة لأنها تساعد على السيطرة والتحكم بالإدرينالين في جسم الإنسان، وتساعده على التخلص من بعض العادات السيئة. وتستخدم في رياضة الرماية أنواع مختلفة من الأسلحة، منها البنادق ذات الماسورة الطويلة أو الماسورة القصيرة أو تلك المزودة بمناظير لتكون إصابة الهدف أكثر دقة، هذا إلى جانب أنواع مختلفة من المسدسات والتي تعتبر أكثر شيوعا واستخداما بين المتدربين وهواة الرماية على الأسلحة النارية. الرماية بالبندقية والمسدس رياضة ولدت عندما اكتشف الإنسان البارود المتفجر والأسلحة النارية. مارسها الإنسان لاكتساب مهارة في التصويب، ويستخدمها للدفاع والهجوم أو الصيد. عماد عبد الرؤوف لبرنامج بانوراما تلفزيون دولة الكويت من بلدة فيسوكو. الرماية بالبندقية والمسدس رياضة ولدت. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، واليوم ستقام البطولة الآسيوية للرماية وستشارك 36 دولة و1200 لاعب، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للمقيمين على هذه البطولة. عبد الله، شلونك مع الرماية؟ والله الرماية عندي سالفة أنا مع الرماية، الرماية كلش يعني عمري ما رحت المضمار ولا إلا مرة واحدة. أي نعم. المرة هذه كانت عشان أقابل فيها البطل عبد الله طرقي رشيدي. فخلال مقابلتي معه وسوالفي معه بعدها قال لي تعال جرب رامي انت من قبل؟ قلت لا والله عمري ما مسكت يعني اللي هو البندقية على قولتهم، لان احنا مكان مفتوح واطباق. قال لي يلا تعال جرب، قلت له اوكي. فسامع بالمثل يقول رب رمية من غير رامي، هذا اللي صار وياي بالضبط. انا فيه يعني من اول رمية صبت الطبق، كنت يعني قاعد اطالع ما ادري شنو كنت قاعد اطالع، المهم اني قاعد اطالع واخر شيء طقيت وطلعت البودره منه. اي نعم. فالشباب اللي وياي استغربوا، قال لي انت رامي من قبل؟ قلت لا والله، بس هذه صارت مره واكيد ما راح تتكرر مره ثانيه، فكانت هذه المره الاولى والاخيره اني امسك فيها. وظليت ترى فتره اطالع شنو اللي يعني، مو انا مو مصدق ان انا حشته، هي صارت صدفه يعني. لا عبالك ان انا والله ماكو.
رامي. لا لا هي صدفة وقلنا مرة ما راح تتكرر. لكن البطولة اللي راح تقام اليوم كانت فرصة بأن نشوف أبطال كويتيين يتأهلون إلى الأولمبيات اللي راح تكون في البرازيل. لكن للأسف بعد قرار اللجنة الأولمبية باستبعاد اللي هو يعني التأهل المباشر. لأن اللي حصل على في مراكز معينة يتأهل مباشرة. هذه استبعدوها في هذه البطولة لأسباب عديدة ما لي بنذكرها. لكن ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لابطالنا بالحصول على الميداليات ان شاء الله باذن الله. حتى كان العصيمي يعني قبل كم يوم قريت له تصريح ان اللعب تحت العلم الاولمبي شيء صعب عبد الله، يعني مثل ما شفنا تو الكابتن محمد. يعني انا هني من مكاني يعني شعور ان علم الكويت ما يرتفع وعلم يعني هذا شيء مؤلم بصراحه. يعني حتى انت انجازك وفرحتك ما راح تكون كامله. صح صح. يعني الله يعطيهم العافيه على البطوله اللي ستقام اليوم، واكيد في اجواء صعبه قاعد تمر فيها الرياضه الكويتيه. اكيد يمكن قرار الايقاف الرياضه الكويتيه ما هو قرار يعني هين. عندنا مو بس كره القدم اللي تضررت، جميع الالعاب حاشا هذا الضرر. نتمنى في اسرع وقت ممكن تحل هذه المشكله لعوده ابطالنا. كافي انك تلعب وانت مرتاح الحين، حتى لو الايقاف موجود راح تلعب وانت ما تدري نتائجك بتحسب ما تحسب. تاهل مباشر انشال من هذه البطوله. مثل ما ذكرتي سالفه العلم وايد مهم. وايد مهم. انت مجرد انك انت ترفع علم ديرتك ممكن يحاسبونك. صحيح. انت شايف الابطال لما يصير في المنصه. نعم. الاول دائما يحب علم يتوشح في علم هو علم هو يعني قاعد تعب ووصل وجاهد نقول كله عشان في سبيل هذه اللحظه. بالضبط. فان شاء الله نتمنى احنا يعني المسؤولين عندنا وهم على قدر من المسؤوليه بان تحل هذه المشكله باسرع وقت ممكن. شنو اليه الحل احنا كجماهير ما تعنينا. انا ما لي شغل شلون تحلونها، لكن ابيها تنحل خصوصا كمتابع للرياضه ومتابعها. صحيح. كل الناس، لان هذا الشيء مثل الكويت يعني سواء كان رياضي او غير رياضي، يعني بالنهايه احنا نحب الكويت تمثلنا عالميا وخليجيا وفي كل مكان. عبد الله كل الشكر الى القائمين على في مجمع الرمايه على اليوم البطوله التي ستقام. وكل الشكر الى الدول المشاركه واللاعبين سواء كان من الكويت او من الخليج مشاهدينا. وبالفعل اليوم استمتعنا معاكم، وضيوفنا كانوا جدا يعني من مهندس الى دكتور. الله يوفقهم ان شاء الله، وان شاء الله يتم الكويتي يرفع علم ديرته أكثر من كذي. حتى لو توقفت الرياضة يتم الدافع داخلنا ما راح نتغير. عاد شوفي يمكن ذكرتي نقطة وايد مهمة، من مهندس ودكتور وهما في النهاية رياضيين. رياضيين إيه نعم. ما منعهم منعتهم الرياضة بأن يوقفون أبدا، يمكن زادت من حماسهم ومن دافعهم. صحيح. بالضبط. وهذا اللي قاعد نشوفه وإن شاء الله نتمنى. لكن الحين عقب سوالفنا على الرماية ما تحمس ودي ارد مره ثانيه. عاد الجو يساعد عبد الله، الجو جدا جميل. باكر ان شاء الله بعد الله يوفقهم مع رشات المطر الخفيفه ان شاء الله يستمتعون وتستمتعون ايضا انتم مشاهدينا في فقراتنا. عبد الله عندك شيء بتقوله؟ انا وصلت مع مشاهدينا للختام. ان شاء الله اكيد راح نتواصل معهم في الضحى العود لغايه يوم الخميس. فقراتنا متنوعه، ضيوفنا ايضا كذلك متنوعين، باخبارنا بفقراتنا بتقاريرنا. وإن شاء الله إذا عندكم أي أفكار تقولوا تتواصلون معنا في مواقع التواصل الاجتماعي. في عندكم فكرة تقرير، عندكم أيضا ضيف معين حابين أن نستضيفه وندردش معاه ونسلط الضوء على موضوع معين، فباب الضحى العود مفتوح. كل الشكر لمشاهدينا، ونبقى وراح نتم نتفائل بنا القادم أجمل بإذن الله. وما زالوا لاعبينا واللي مثلوا الكويت عندهم روح معنوية عالية، وراح تتم الكويت إن شاء الله تمثلنا في جميع المحافل الدولية. كل الشكر لكم ومع السلامة. إلى اللقاء.